بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة الجزيرة مباشر. تحية لكم من تونس، نتمنى لكم رمضان كريم وسعيد ومبارك لكل من يتابعنا في هذا البث المباشر. هذه حلقة أخرى من سحور مع، ولقاؤنا اليوم سيكون مع أعضاء جمعية إبصار، سنتعرف عليهم بالتوالي. على يساري معي السيد محمد منصوري رئيس الجمعية، نرحب به، أهلا وسهلا بك. وأيضا معنا السيد محمد النافع الدريهمي، هو عضو بالجمعية ومختص بأمور التكنولوجيا، أهلا وسهلا بك سيد محمد نافع. شكرا، بارك الله. وأيضا معنا الشباب والشاب محمد أمين، وهو أيضا عضو بالجمعية. إذا تحية لك. إذا سنتحدث عن هذه الجمعية ونعرف مع سيد رئيس الجمعية عموما، لو تعرفنا بها وتتحدث لنا عن أنشطتها بشكل عام. أولا أهلا وسهلا بكم في ضيافة جمعية إبصار لثقافة وترفيه ذوات وذوي الإعاقة البصرية. جمعية إبصار هي جمعية تهتم بكل الأشخاص في حالة إعاقة بصرية سواء تامة أو جزئية، وهي تهتم بالجانب الثقافي والترفيهي، ونحن نستعمل كل وسائل الثقافية من مسرح، من سينما، من موسيقى، من إبداع لإبراز قدرات وإبراز إبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية كمواطنين ومواطنات فاعلين وفاعلات في المجتمع. سيد محمد، أنت تحدثت عن المجتمع، نتساءل في تونس بعد 7 سنوات 6 سنوات من الثورة و7 سنوات طبعا من انطلاقها، هل تغيرت نظرة المجتمع التونسي لذوي الإعاقة البصرية؟ هو احنا الآن ليكون في علم الجميع والمشاهدين، احنا نحيوهم بالمناسبة ونحيو كل العاملين والعاملات بقناة الجزيرة في كل قنواتها. نحب نقول النظرة هي مبنية على ثقافة اجتماعية، وهذه الثقافة الاجتماعية مش تغير ما بين ليلة وضحاها. والثقافة الاجتماعية هي نظرة تكونت بعشرات السنوات، والذي يطغى عليها جانب الإحسان وجانب إنه الوكالة وجانب الوصاية. نحن في تونس برغم أن الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة والإعاقة البصرية بصفة خاصة ساهموا في مراحل الثورة التونسية بغاية أنهم يعبروا على أنهم يكونوا مواطنين كاملي الحقوق وعليهم كل الواجبات، واعتبارهم أنه كبقية المواطنين مسؤولين على أفعالهم ويحبوا يساهموا في بناء تونس. ومن ناحية أخرى يحبوا يقولوا للمواطن للآخر أنهم مواطنين قادرين على أنهم يكونوا فاعلين وفاعلات، عندهم خبرات، عندهم إبداعات في الجانب التقني، في الجانب الإداري، في الجانب الأدبي، ولكن هل الفعل اللي قاموا به كمساهمة في الانتقال الديمقراطي وفي الثورة التونسية لم يقابل تغيير للثقافة وتغيير للنظرة الاجتماعية النمطية، بداية من الإنسان المواطن العادي داخل الأسرة، مرورا بالمجتمع، مرورا من المنظمات الدولية والوطنية، وصولا إلى أصحاب القرار في الدولة التونسية. طيب لو نأخذ رأي السيد محمد نافع، أهلا بك، يعني نفس الشيء. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع مشاهدي قناة الجزيرة مباشر، ونقول لهم جميعا سحورا طيبا، ونشكرهم على هذه الفرصة التي أتاحوها لنا حتى نتحدث عن مشاغل الأشخاص ذوي الإعاقة، التي لعل من أهمها مدى ما تغير في هذه السنوات من نظرة المجتمع لذوي الإعاقة. هذه النظرة إذا أخذناها بشكل إجمالي نجد أنها لم تتغير بشكل جيد، لكن في نظرتنا نحمل مسؤولية هذا الأمر سوية للأشخاص ذوي الإعاقة ولجهات الإشراف أو لأجهزة الدولة، لأن تغيير هذه النظرة يعني نحن في جانب ما مسؤولون عنها، كما أن الدولة هي بدورها
لا تقل عنا مسؤولية في هذا الاتجاه. للأسف الشديد الذي يحدث أن هذه النظرة حسب رأيي برغم مجالات التفوق التي برز فيها أصحاب الإعاقة نرى أن تلك هي النظرة ذاتها التي كان ولا يزال يعيشها الأشخاص ذوي الإعاقة، لأن هذه النظرة دائما تقوم على الإحسان والشفقة والرحمة، لا تنظر إلى الشخص ذي الإعاقة بما له من إمكانات قد تفوق غيره من الأشخاص الآخرين. واسمحوا لي أن أستعمل الأشخاص الآخرين يعني حتى يعني نميز قليلا. هذه النظرة ظلت ولا تزال، ونحن نسعى جاهدين إلى أن نبرز أو نبرز ما للأشخاص ذوي الإعاقة. أنا مثلا باعتباري مختصا في التكنولوجيا المعاصرة، سنتحدث عن موضوع التكنولوجيا لاحقا، سأعود إليك في هذا، ولكن ربما يعني أخذ منك الكلمة ومرها إلى الشاب محمد أمين ونسأله، ما الذي دفع بك أنت كشاب للالتحاق بهذه الجمعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في جمعية إبصار هو عمل مدني وعمل على يعني أي شاب بيحاول باش يكون في بعد الثورة ينخرط إما في جمعية أو في عمل تطوعي، ربما يكون يحاول يعطي به الإضافة في المجتمع، وفي نفس الوقت يحاول إنه حاجة نفسانيا يكون يعطي البلوس معناها في جمعية إبصار. بما إنه نحن هي جمعية تعنى بذوي الإعاقة البصرية، فإننا وكذلك التعامل يكون نسبة كبيرة منهم من الشباب، طبيعي باش تلقى معنا شباب كيفي موجودين في الجمعية. أشكرك، ونعود إلى السيد محمد المنصوري. والبدايات هي في التعليم بكل تأكيد، ما وضع يعني ذوي الاحتياجات الخاصة في تونس بالذات بالنسبة للتعليم؟ هل يلقون يعني الدعم اللازم أم ما هي النواقص ربما؟ أولا بعد إذنك، نحن نستعمل كأشخاص ذوي إعاقة، نحن نستعمل مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة ونتجاوز مصطلح ذوي الاحتياجات الخصوصية، وهذا نداء عبرك وعبر متى قناة الجزيرة للإعلاميين وكل متى الصحفيين. هناك ربما هم بعض من يرى أن كلمة ذوي الإعاقة فيها تقليل من الشأن. لا، نحن الألوان الأحمر أحمر، الأسود أسود، الأبيض أبيض، ذوي الإعاقة هم ذوي الإعاقة. يعني نحاول ان نحن كاشخاص، يعني المساله هي قضيتنا، يعني من الشمال مثلا في الشرق الاوسط ولا في شمال افريقيا وفي الوطن العربي، نحن متفقون على مصطلح ذوي الاعاق. علاش؟ لانه ذوي الاحتياجات الخصوصيه كل انسان، كل بشر هو من ذوي الاحتياجات الخصوصيه، كل شخص عنده حاجات خصوصية. وبالتالي نحن ننادي ونطالب الإعلاميين ونطالب متها في إطار تغيير النظر النمطية والنظر الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة، نطالب باستعمال مصطلح ذوي الإعاقة. طبعا أعود بها كالسؤال من ناحية التعليم، نحن في تونس لدينا من ذوي الإعاقة البصرية مؤسسات تربوية تابعة للدولة، ويستعمل فيها البرامج العادية اللي تستعمل في المدارس العادية يعني المبصرين، هي نفسها تقريبا مطوعة أو شبه مطوعة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. لكن هالمؤسسات هذه مؤسسات احنا نعتقد ان مؤسسات عازلة. علاش عازلة؟ لان المؤسسات تدرس كان الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، و70% من المدرسين نتاعهم هم من ذوي الإعاقة البصرية في الابتدائي، في التعليم الأساسي وفي التعليم الثانوي، وهذا يحدث نوع من العزلة ونوع من الحاجز بين الأطفال وبين الشباب. هؤلاء الشباب إنه يربطوا حتى علاقات مع أقرانهم وأطرابهم، يعني جيد إنه مندرسوهم، جيد إنه نوفر لهم برامج بطريقة كبرى بطريقة مثلا المعلومات والطريقة، ونستغلوا التكنولوجيا الحديثة للتعليم. لكن الأسوأ إنه نعزلوا الناس في مناطق، خاصة للمعاهد، هذه معاهد داخلية
يعني عندها إقامة كاملة تقريبا كل سنواتهم مقيمين ومقيمات بالإقامة، وبالتالي السلبية الرديئة هذه إذا خاصة ما علمنا أنه المؤسسة هذه يكاد يغيب فيها كل نشاط ثقافي أو رياضي أو نشاط ترفيهي. والتعليم عندنا في تونس تقريبا أكثر من 1000 شخص يزاولوا تعليمهم سواء في مستوى التعليم أو العالي، لأنه في التعليم العالي ثم انفتاح أكثر أنه يدرسوا في الكليات والمعاهد العليا العادية. فقط السلبية الوحيدة نحن ندرس فقط كل ما يخص الآداب، يعني المدى بقوسين الجماعة ضيوف يستعملوا الشاي وسينافة وسيأمين خذ راحتكم. وبالتالي احنا الانفتاح الوحيد قلنا الا في الجامعات مع اقتصارنا على كل الاختصاصات الادبيه، يعني ندرس فرنسيه، ندرس انجليزيه، ندرس تاريخ وجغرافيا، حضاره اسلاميه وشريعه. الجانب العلمي وجانب الاقتصادي جانب لا ندرسه، وهذه سلبيه من سلبيات ليس في تونس فقط، تقريبا في الوطن العربي ككل. طيب انت تحدثت عن ربما الدمج، و ربما يحتاج هذا الموضوع إلى تكنولوجيا معينة، ما رأيك؟ هو جانب التكنولوجيا أنا خير اللي أتكلم عنه الأستاذ نافع، لكن قبل التكنولوجيا أنا كجمعية إبصار إحنا ثقافة ترفيه ذوي الإعاقة البصرية، الجانب التكنولوجي يقابله جانب مادي مهم جدا، لأنه السوق في العالم السوق صغيرة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، والمؤسسات الدولية تخترع وتتصنع في الأجهزة التكنولوجيا الحديثة سوقها بما أنه ضيق ارتفاع الأسعار. احنا في الوطن العربي في العالم الثالث خاصة في شمال إفريقيا كجمعيات وكأشخاص تقريبا يستحيل أنه يشتري هالإمكانيات الآلات هذه الميسرة للنفاذ لكل المعلومات واللي هي مفيدة جدا، لكن احنا كجمعية إبصار مثلا ان شاء الله مش يكون عندنا وذي باب من الابواب، ان شاء الله مش يكون عندنا تعاون مع جمعيات خاصة من جمعية خارجية والقطرية، اذكر منها جمعية عيد الخيرية ان شاء الله مش يكون عندنا بيناتنا تعاون حول محاولة ايجاد عدد معين من الاسطر الالكترونية والكمبيوترات المتوعة اللي بفضل انه صديقي محمد نافع دريم يتحدث عنها. سيد محمد نافع تفضل وحدثنا عن التكنولوجيا ودورها في مساعدة ذوي الإعاقة وتمكينهم يعني حتى من الاندماج في المجتمع وإبراز مواهبهم حتى أيضا. هو أستاذي الكريم قبل أن نتحدث عن دور التكنولوجيا في الإدماج لابد لنا أن نتحدث قليلا عن هذا الإدماج وكيف يكون. يعني قد يقال عنا إننا ننادي بالإدماج، ليس من العيب أن يكون الطفل أو الشاب الكفيف مدمج في مدرسة كغيره من الأشخاص الآخرين، يعود إلى بيته مساء ويذهب إلى المدرسة صباحا، لكن هذا الإدماج لابد أن يسبق بإعداد جيد ودراسات معمقة، لابد أن يسبق هذا الإدماج ب يعني إزالة ما يوجد من هوة عميقة وسحيقة بين الأشخاص المدمجين ومن سيدمجون معهم. يعني بشكل آخر عندما نتحدث عن الإدماج فنحن في جمعية إبصار أو في كل الأشخاص الذين يتبنون قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يقولون أو نقول عن الإدماج الذي يجب أن يكون مدروسا حتى يكون ناجحا ويكون له الأثر الطيب على الأشخاص ذوي الإعاقة. نأتي الآن إلى دور التكنولوجيا في مجال الإدماج. التكنولوجيا الحديثة برغم غلائها واستحالة التعامل معها بشكل فردي إلا أنها أصبحت الآن تتيح مجالا جيدا للحديث عن الإدماج. الآن أصبح المكفوف الشخص أو الشخص ذو الإعاقة بإمكانه التعامل مع كل الوسائل التكنولوجية بلا استثناء، من حواسيب وأجهزة لوحية وأجهزة هواتف، كل الأجهزة أصبح بإمكانها أن تكون قابلة للنفاذ من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا ضمنته الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي
فرضت على الشركات المنتجة أن تأخذ في اعتبارها وضع الأشخاص ذوي الإعاقة باختلاف أصنافهم. الآن بحمد الله أصبحنا نرى أن من المكفوفين خاصة، وهذا مجال اهتمامي، من أصبح يدرس وبشكل فردي أنظمة البرمجة، وأصبحت له إمكانيات تضاهي أو تفوق غيره من المختصين في هذا المجال. لكن بحكم أن المجال الذي ننشط فيه هو مجال ضيق، فإن هؤلاء الأشخاص لم يجدوا طريقهم إلى أن يصبحوا معروفين كغيرهم، كما أن مجال نشاطهم في مجال برامج المكفوفين يعني ضيق عليهم إمكانية أن تكون لهم شهرة كغيرهم ممن يعملون في ذات المجال. يعني حسب رأيك ربما كان يجدر بهم أن يستغلوا هذه الفرصة لأن ينتجوا أشياء يستعملها عموم الناس، ليست مخصصة كما قلت المكفوفين أو المعاقين، فيكون لهم صيت وربما يدمجوا أنفسهم ولا يدعوا نفسهم في بوتقة الإعاقة وهذا الصور. أستاذ محمود، يعني لابد لنا أن نكون واقعيين. يعني كنت تحدثت عن ضرورة إزالة الهوة أو الفجوة العميقة في هذه النظرة الاجتماعية السيئة. لابد للآخر من أن يتعامل معنا كأشخاص منتجين، لابد للآخر أو لأي جهاز ما سنتعامل معه أن يتقبل هذه الفئة باعتبارها لها قدرة على الفعل وليست يعني فئة مفعول بها دائما، يعني يوصل لها يقرر لها كذا. يا سيدي، يعني أنا الآن أخاطب كل من هو مسؤول أو له مكان في هذه الأنظمة والأجهزة، أجهزة الدول العربية ودول العالم الثالث بشكل عام. يعني الآن الأشخاص ذوي الإعاقة أصبحت لهم من القدرات كما قلت ما يفوق غيرهم، فلك أن تتعامل معه وأنت تقيم عمله بنظرة جدية، بنظرة لا تستنقص من شأنه حتى تصبر أو تغور فيما له من إمكانيات قد لا توجد عند غيره. فقط أن تخصص مثلا لهؤلاء الأشخاص العاملين في مجال التكنولوجيا الحديثة مجالا في الجامعات وتطوع لهم بعض برامج التعليم فقط، يعني حتى يصبحوا قادرين على أخذ الأمور بشكل علمي، ومن ثم يقدمون ما لهم من إمكانيات وإمكانات تتقدم بعملية الإدماج مثلا، أو بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. طيب، أنت تحدثت عن هذا الإدماج وقلت لابد أن ربما يدخلوا الجامعات إلى آخره، ربما أيضا عليهم اتخاذ مراكز القرار، والحديث هنا عن شؤون السياسة وقريبا الانتخابات البلدية. ونسأل السيد محمد المنصوري بعد أن أشكرك، حسب رأيك ما دور ذوي الإعاقة في هذه الانتخابات المقبلة؟ احنا في تونس، وهذا السؤال دائما مرتبط بسؤالك الاول اللي يقصد به مدى تغير نظرة المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة برغم 7 سنوات من الثورة في تونس. الجمعيات والأشخاص ذوي الإعاقة في نضالهم بعد الثورة ناضوا في إمكانيات إيجاد التشريعات والقوانين اللي تسمح لهم واللي تضمن لهم حقوقهم داخل الدولة التونسية. من أهم المكتسبات هذه هي المادة 48 في الدستور التونسي. الدستور التونسي في مادته 48 يلزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبضمان وباتخاذ كل الإجراءات اللي تضمن لهم حقوقهم كل بحسب إعاقته. ثم في مواصلة هذا النضال ومواصلة هذا التحرك
نحن في انتخابات البلدية القادمة ضمننا بالقانون الانتخابي الجديد أنه كل قائمة ترشح الانتخابات البلدية وجوبا يجب أن يكون من بين الأعضاء المترشحين والمترشحات يجب أن يكون شخص من بينهم شخص حامل إعاقة أو تعرض القائمة إلى نوع من العقوبات. بالتالي هذا مكسب قانوني وتشريعي. الآن نحن نحاول على إلى أن يكون الأشخاص ذوي الإعاقة يتحملوا مسؤوليتهم وهم يقومون بالسعي إلى حقوقهم. وهذا السعي للحقوق إلى التشريع موجود والقوانين موجودة. إذن الآن التطبيق يجب أن نذهب إلى تطبيق. التطبيق سيكون إن شاء الله في انتخابات البلدية القادمة ستكون في شهر 12 تقريبا ما بين 10-12 و17-12. مش كون هذه الانتخابات البلدية احنا في تونس عندنا 350 بلدية في تونس سيكون ان شاء الله الاشخاص ذوي الاعاقة بمختلف الاعاقات نتاعهم ممثلين وممثلات في الهيكل البلدية، خاصة انه الدولة التونسية ونظام الحكم في تونس ماشي ذاهب نحو اللامركزية وذاهب نحو الدعم الحكم المحلي، وبالتالي الاشخاص اللي مش يترشحوا للبلديات في الانتخابات القادمة سيكون لهم ميزة اتخاذ القرار في الجهات وفي المحليات، حتى يكون لنا احنا كأشخاص ذوي إعاقة لا نطالب الآخر فقط بتطبيق القانون، نكون نحن من المساهمين والمساهمات في تطبيق القانون والناحية التطبيقية والناحية الإجرائية في المجالات والبلديات وما أدرك من البلديات. وبالتالي نحن مثلا كجماعة إبصار بالتوافق مع وزارة المرأة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان مكتب تونس المشاركة يعني المعهد العربي لحقوق الإنسان المركز المرأة العربية تدريب والبحوث هذا من شركائنا الاستراتيجيين سنقوم مع الهيئة العليا للانتخابات سنقوم بدورات تدريبية لتطوير مهارات وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من قدرات تمكنهم أنهم يكونوا موجودين في القائمات الانتخابية ليس كمجرد أسماء أو مجرد معناتها عنوان أنه أشخاص ذوي الإعاقة مترشحون مترشحات الانتخابات البلدية بل كأشخاص النفاذ. هنا إذا احنا ننجحوا ولو نسبة 20% انه يكونوا من الأشخاص ذوي الإعاقة فاعلين وذي دعوة عبر الجزيرة المباشرة لكل الأشخاص ذوي الإعاقة في الوطن العربي وخاصة وطن تونس انهم يمشيوا نحو مراكز اتخاذ قرار هم مش يغير. انا نعرف في مناطق الخليج وفي الناس غيرت بحكم المال بحكم وجود إرادة سياسية ما تسوى في قطر أو في الإمارات ولا في الكويت بحكم وجود إرادة سياسية إلى جانب وجود مثلا الجانب المادي اللي هو قادر إنه يغير وإنه يصبح ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة أشياء ملموسة. احنا في تونس عندنا ما شاء الله من ترسانة قانونية وترسانة مثلا من المعاهدات والاتفاقات لكن مسألة مازالت مسألة على ورق حبر على ورق. احنا ادعو كل الاشخاص ذوي الاعاقه مهما كانت الاعاقه نتاعهم واسرهم واصدقائهم ان يحثوهم على المشاركه في الحياه السياسيه وهذا ماهوش متها قولوا احنا فقط عنوان ما تكونش عنوان لازم تكون فاعل حتى لا تطالب الاخر انه يكون في مكانك او يفكر في مكانك او يحمل القضيه نتاعك. انت لازم تحمل قضيتك وتدافع عليها وانت الوحيد اللي مخول انك تشارك في اتخاذ القرار. علاش حصن اتخاذ القرار؟ لانه غدوه أنا إذا شاركتك في اتخاذ القرار مش نشاركك في تحمل مسؤولية في تطبيق القرار هذا والسلبيات والنقائص مش يكونوا في تطبيق أنا مش يكون جزء منه وش تحمل المسؤولية. وبالتالي أنا أطالب كل الأشخاص من ذويات وذوي الإعاقة إنهم يساهموا ويسعوا للمشاركة في هذه الانتخابات البلدية القادمة. رح أشكرك سيد محمد ونختم مع الشاب محمد أمين و دور الشباب وكنا ذكرنا الانتخابات دور الشباب ربما حتى بصفة غير مباشرة عن طريق الانتخابات في دعم ذوي الإعاقة. نسبة كبيرة من ذوي الإعاقة هم من الشباب وكذلك هي مسألة وعي للمجتمع لأنه من حق كل أشخاص من ذوي الإعاقة المشاركة في الانتخابات البلدية
وهذا مش ما يعني ماهيش مزيه باش يشاركوا، وهذا من حقهم. لذلك فانه اي تونسي لازم يكون معاهم ويقف معاهم، والحق ذي لازم يتفاعل، وان شاء الله يتجسد في الانتخابات البلديه القادمه، ونشوفوا نسبه كبيره من المشاركين من ذوي الاعاقه في الانتخابات القادمه ان شاء الله. كلمه اخيره للسيد محمد نافع يود ان يقول او يعلق ربما. اتيح لي بفضل الله ان اعيش تجربه في الغرب. نعم. في الدوائر البلديه هناك اقسام مختصه في شؤون ذوي الإعاقة. نحن الآن وبشكل مبدئي لا نطالب بوجود أقسام مختصة في الأشخاص ذوي الإعاقة والتعامل مع مشاكلهم. الذي نتمنى أن يكون هو أن يكون في كل مجلس بلدي ولو شخص من الأشخاص الحاملين للإعاقة، حتى يتبنى الحد الأدنى من المشاكل التي يعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة في بلدان العالم الثالث أو في وطننا العربي الذي زرت الكثير منه وأعلم ما له من مشاكل قد تحد من إمكانيات الأشخاص ذوي الإعاقة. واضح. شكرا لك سيد محمد نافع. وايضا كلمه اخيره للسيد محمد سلطان. فقط انا ادعو كل المشاهدين والمشاهدات اللي في امكانيتهم انهم يساعدوا جمعيه ابصار، انهم ما يبخلوش علينا ولو حتى بالنصيحه وبالمقترحات. وادعو كل المنظمات والهياكل اللي عندها فكر انه تنمو بفئه الاشخاص ذوي الاعاقه انها تدعمهم حتى فيما تقوم حتى بالتعامل معهم وبربط علاقات معهم. شكرا لكم إذن على هذه الاستضافة الطيبة، والشكر أيضا لمتابعينا في قناتنا. نتمنى لكم هنا من تونس سحورا هنيئا، وتحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.